السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين. سل السؤال الأول اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان طلع في رحلة الفرعون مع رب السماء وكده، ورأى الناس المنعمة ورأى الناس المعذبين، فإزاي وكده، وإن العذاب ده أساسا هيقع يعني يوم القيامة. سهلا، قد يطلع الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور التي ستأتي لعلة يريدها ربنا ويعلمها. يعني من يعني هو الممكن، من أمور الغيب صح؟ نعم، يعني من أمور الغيب مش كده؟ من أمور الغيب، ما أنت تعرف أن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول.